والله يا أخي، أنا ننقل لك في اللي نشوف فيه، لكن ما نقدرش نتنبأ بالمستقبل. إن شاء الله خير. دعنا نتطلع أن ينتبه الناس أن هذه ليبيا بلادهم، ولا وطن لهم غيره، وينبغي أن يتوافقوا، وينبغي أن يصلوا إلى حل، واحد حالة عليه مفات، وندعو لمصالحة وطنية شاملة، وغير ذلك ليس لنا من حل. ما أستطيع أن أقول لك ما سيحدث. كل ما أريده أن يعي الناس جيدا أنه ما لم ينتبهوا إلى مشكلتهم ويحاولون أن يتغلبوا على أنفسهم وأن يتغلبوا على هذا المشهد البائس، سوف نظل هكذا، وسوف يضيع الناس، الكثير من الناس، أبناؤنا وأشقائنا وإخواتنا، تحت الأرجل، تحت مقام هؤلاء الذين لا يتقون الله فينا. وبالتالي ينبغي أن ننتبه لذلك جيدا، أما غير ذلك أنا لا أستطيع أن أتنبأ ماذا.